أنا عارفة سبب دموعك دي، بس يكون في علمك أنا طيق العامة ولا طيقش أشوف دموع راجل. أنا عشت أسود ليلة في حياتي. حد اتحرش بيك في الاسم؟ بلطجي ابن كلب، حتى لو دخل السجن هجيب أمه. هدومك فضلت عليك ولا اتقلعت؟ لا الحمد لله ما اتقلعتش، بس المحاولة نفسها فيها ذل. يبقى لازم تنسى الموضوع ده من أوله لآخره، والبلطجي ده كمان لازم تنساه عشان ما يبقاش عندك عقدة في حياتك. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه. أنتِ مديتي إيديكي وأنت شلتيني من جهنم الحمراء. أنت اللي رميت نفسك في جهنم الحمراء يا غبي. أنا حلفت يمين إني أبوس رجلك. مفيش فايدة فيك ولا في أي حد زيك. أنت فاكر الدنيا ماشية إزاي؟ ماشية سبهللة؟ الدنيا ماشية بقوانين هي اللي عملتها لنفسها. وأول قانون بيقول مستحيل البني آدم يبقى طيب وشرير في نفس الوقت. ما ينفعش تبقى شريف شوية وغير شريف شوية تانية. النظافة والوساخة لا يمكن يبقوا في نفس المكان. الدنيا يا كده يا كده، وعليك تختار أنت عاوز إيه. لكن البني آدم اللي بيمسك العصاية من النص بيفضل على حاله، دايما خسران. وأنت خسرت واتهنت عشان مسكت العصاية من النص. أنا بتعلم منك يا أستاذة. الغاية بتبرر الوسيلة. شوف أنت عاوز تعمل إيه واختاره. بس حضرتك نظرتك للدنيا سودة قوي. من اللي شفته، وأنا شفت كتير. وخلي بالك إن ما قدرتش تبقى ديب هتبقى خروف. وديك جربت عشت الخرفان في الحجز. ساعتك كام؟ 10:30. طب تعالى أنا عزمك على 10. لا مش هقدر يا أستاذة، لازم أروح لأبويا عشان أطمنه عليا. على راحتك. عملت ايه في العربية سبب المصيبة؟ عربية ايه بقى؟ يغور بيها، دي نحس زي وش امه. ذهب رجل الى السوق ليشتري بقرة، وبينما كان يتفرج على البقر. يعني ايه بينما؟ بينما دي معناها وهو بيتفرج عليها يعني. واكتبها ازاي بقى دي؟ اكتبيها زي ما تكتبيها وانا اصلحها لك في الاخر. يلا. وبينما يتفرج على البقر، خلاص؟ وبينما كان يتفرج على البقر أحب بقرة. هو في رجل بيحب بقرة؟ ما أنا مش قصدي إنه هو حبها حب عاطفي، أقصد إنها عجبته، لقى صحتها كويسة، تقدر تدور في الساقية. وبعدين يعني أنا بختار لك كلمات خفيفة. أنت اللي جبتي لنفسك، اكتبي بقى. بدل أحب بقرة أعجبته بقرة. طب والله ماشية كويس أهي. بس في حد يكتب بينما بالهي ومبسوطه؟ سيبيها بقى يا دلاله يا ناقصه حوسه. وبعدين يعني ما هو عندك في الكليه بيغلطوا زيها واكتر كمان. كملي يا مبسوطه. انتوا عارفين يا بنات عسل، انتوا لو ابله سلوى ادتني نمره حلوه ليكوا عندي عزومه على العشاء. والله مبسوطه انت 100 100. ابوس ايدك نجحيها. مش بطل. 6.5/10. دي حلوه دي بالنسبه ليكي؟ هايله. تعملي ايه مجنونه؟ احنا بالليل الناس هيقولوا علينا ايه؟ فالخير سيبيها، يمكن يتجوز ولا حاجه. خير يا بنات على الزغرة توليه. مبسوطه جابت 6.5/10 بالامن وناويه تعزمنا على العشاء. جد؟ هي قالت كده. طب يعني 6.5/10 دي هتجيب لنا اكل من اي نوع؟ تجيب كشري. شفتوا المجاميع الضعيفه بتعمل فينا ايه؟ كشري. كشري ايه؟ عشوه محترمه وتكون ليها ريحه مميزه كده، وتكون ببقدونس وسلطه وجوطه وطحينه وكل التحابيش. امال لما تعرف تقرا الجورنال هتجيب لنا ايه؟ بس غريبه الحقيقه. هو ايه اللي غريب؟ شكلك صغير قوي. مش عايزه ازعلك، بس يعني اللي يشوفك يقول عليك تلميذ. والله بيتهيألي دي حاجه كويسه. يعني شوف، انا الكلام معايا هيكون اول الكلام واخره. ولا انت في حد تاني بتاخد موافقته؟ مدام انا مش مندوب، والكلمه اللي بنتفق عليها بتكون فعل في نفس اللحظه. جميل. وانتي؟ انا ايه؟ نفس السؤال اللي سالته لي. الكلام معاكي اخر الكلام ولا في حد تاني هنتكلم معاه؟ اوكي طيب، يعني مفروض اعتذر لك.
وهنا كان لازم اشكك شك الدبوس كده عشان اعرف عينة دمك ايه. شغلنا جنته نار وناره جنة. ولا يهمك يا مدام، كده بقى نعتبر التعارف اللي بيننا تم. على العموم دي اول مرة نتعامل فيها مع بعض، وان شاء الله ما تكونش اخر مرة. شوف، البضاعة اللي عندك تلزمني، هي كان المفروض توصلني عن طريق حد تاني خالص، انا معرفش ايه اللي حصل. على العموم احسن، الشغلانة بتاعتنا دي سلامتها في انك ما تعرفش غير الجزء اللي يخصك وبس. ارنب ونص اخضر. هو ايه ده اللي ارنب ونص؟ انت عارفة تمن البضاعة دي كام؟ عارف، مش بقولك ان المفروض توصلني عن طريق حد تاني خالص غيرك؟ انا بتكلم عن عمولة الشركة بتاعتك، سعر البضاعة مفيش خلاف عليه. بص يا مدام، في ثلاث حاجات كل يوم سعرهم بيغلى، واحيانا كل ساعة. ايه بقى؟ يعني بترول والذهب والمخدرات. لا، وفي حاجة رابعة. ايه هي؟ الدولار. الدولار اللي انت بتقبض بيه واللي انا بشتري بيه، ثم انا بشتغل هنا بالعملة المصري. تجار العملة عاملين لي سعر مخصوص، انا بدفع ربع جنيه على كل دولار في كل عملية عشان الاقي السيولة. مليون ونص كويس. اتنين ونص يا مدام. طيب خلاص، واضح ان انت مش عايز تبيع. وقبل ما تقول الكلمة هقولها لك، انا مش عايز اشتري. مدام السوق عطشان وانت عارفة. عارفة عارفة، بس انا بدفع حاجات كتيرة جدا، انا بدفع نقل وتأمين وتخزين، وبرش فلوس كتيرة قوي على الرجالة بتوعنا في الداخلية. فضل يا حبيبي، شيل كل ده عني وريحني وخد الاتنين ونص. طيب نقول اتنين. طيب انا هقبل، عشان اول مرة نتعامل مع بعض بس، لكن الفلوس هتبقى على تلات دفعات. لا، انا كلمتي واحدة ما بتنزلش الارض. قولي، هو انت الشركة بتاعتك بتشتغل في ايه بالظبط؟ احنا شركتنا بتشتغل في كل حاجة محتاجها البلد. تمام، واحنا البضاعة بتاعتنا محتاجها البلد في كل وقت. ده شيء طبيعي يا مدام. انا مستعد اخد كل الحاجة اللي عندك في اي وقت وعلى طول، مش هتلاقي حد تشتغل معاه احسن مني. ده اللي انا شايفه برضه. اتفق. Thank you.